ايه صباح الخير، واخيرا جا الصبح. طبعا انا كلش كلش فقير وما عندي فلوس. شوف الصندوق مالتي ما بي شي، عندي بس زيارة واكل. اوكي الحمد لله والشكر على كل حال، عندي خبزتين ثلاثة، عندي شوي خبزات خلي اتفطر. والله الصراحة كلش كلش جوعان، انا متورط وكلش مريض. انا بيا فيروس كورونا، شلون ورطاي بيا فيروس كورونا كلش مريض انا وما عندي فلوس حتى اروح اتعالج. والله ما اعرف شلون اسوي، شلون ورطاي والله ما اعرف شو اسوي يعني. طبعا انا عندي هاي الحبة الدايموند، بس حبة الدايموند عندي، بس اذا هاي حبة الدايموند اذا تختفي او اذا حبة الدايموند تروح او واحد يسرقها، خلاص اني اصير افقر واحد بالكون كله. فاليوم شنو راح اسوي؟ قررت اني راح اروح اغير هاي الدايموند، احولها الى دايموند حقيقية حتى اقدر ابيعها بسعر كلش كلش غالي. اي يعني انتم بتعرفون مثلا اكو فرق بين الدايموند الماينكرافتية واكو فرق بين الدايموند الحقيقية. فاليوم ان شاء الله راح احول هاي الدايموند، راح احولها الى دايموندة حقيقية مو ماينكرافتية، حتى من اروح ابيعها في السوق ان شاء الله ان شاء الله راح تجيب لي هواي هواي فلوس واقدر اتعالج. اوكي مو مشكلة. طبعا قبل كل شيء خلي اروح ادور لي على هيك واحد يساعدني. لا انا ما احتاج واحد يساعدني، لان يعني تعرفون انا مريض فما لازم اقترب ولا احد. فشنو راح اسوي؟ راح اعتمد على نفسي، واني بنفسي راح احول هاي الدايموندا الى دايموندا حقيقيه مو ماينكرافتيه. فا اوكي مو مشكله. قبل كل شيء لازم نجيب لنا فت ادوات، فت شغلات رهيبه لازم تساعدنا. طيب اول شغله لازم نسويها، لازم نسوي لنا كرافتنج تيبل حتى نقدر نسوي كرافتنج، يعني حتى لازم نسوي شغلات رهيبه. اوكي شوف شوف شنو راح اسوي. طيب اول شغله راح نسويها، لازم يا شباب وبنات نجمع لنا فت ثلاث اربع خشبايات. اوكي اول ما نجمع لنا ثلاث اربع خشبايات راح اعلمكم شنو راح اسوي. اوكي بعد ما نجمع لنا اربع خشبايات هسه بعدين اشوفكم شنو راح نسوي بالضبط. اوكي مو مشكله، هسه اجمع لي هاي ثالث وحده وهاي رابع وحده وهاي خامس وحده. والله الصراحه انا كلش كلش متحمس حتى اعرف شلون الشكل مال الدايموند الحقيقيه راح تطلع. واو عندنا تشلب هنا، تشلب حلو. اوكي مو مشكله، هاي نحتاجها. اوكي راح ناخذ الشغلات اللي نحتاجين. اوكي لازم ندور لنا على ورد او هذا الورد لونه ازرق. اوكي بعدين اقول لكم ليش لونه ازرق، نحتاج ازرق لو ابيض. اوكي نحتاج اثنين. اوكي خلينا نرقى فوق سكه القطار ونجمع لنا الشغلات. اي نحتاج ثلج. اي الثلج اهم شيء، نحتاج الثلج. اوكي خلينا نجمع لنا بس وحده الثلج. اوكي جيبها. لا ما نقدر ناخذها، شلون ورطه هاي؟ ما نقدر ناخذ الثلج، والثلج يعني من اهم العناصر اللي نحتاجينها حتى نحول هاي الدايموندا الى دايموندا حقيقيه مليون بالميه. اوكي قزاز. اوكي حلو قزاز. اوكي القزاز راح يحول مكان الثلج. اوكي القزاز حلو. شنو بعد نحتاج؟ اوكي خلينا نشوف ايش عنده هذا. اوكي بس قزاز نحتاج. نفتح هذا الصندوق شكو، لا ماكو شيء. خلينا نشوف هذا الصندوق امينه، لا فحم ما نحتاج. خلينا ندخل كم بيت هيجي ندور الشغلات اللي نحتاج. اي اندر بير، نحتاج حبة اندر بير ونحتاج حبة سنو بول او حبة ثلج. اي حلو حلو. خلينا نشوف بعد شنو. والله الصراحة اعتقد اني حرام لي دا اسوي اني هسه، يعني تعرفون اني ما احب اسرق اني، بس شو اسوي يا اخي ما بيدي شيء. طيب شنو نحتاج بعد شنو 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 خلي اشوف ايش عنده هذا الاشياء. لا هنا انا ماكو شيء. اي هذه شغلة، هذا عنده شغلات رهيبة. هذا شنو؟ هذا شنو شباب؟ والله عجيب ما اعرف شنو هذا بالضبط. اوكي شنو نحتاج؟ اي حبة ايرون، حلو جيب حبة ايرون نحتاج لها. اوكي نم 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 شنو بعد شنو بعد؟ اوكي بس اوكي خلينا نصعد فوق ونشوف اذا اكو صندوق. لا ماكو صندوق هنا. اوكي ماكو هنا صناديق. هسه خلي بعد نروح نكتشف وحتى نجهز لنا الشغلات. اي لازم يكون عندنا شغلات يلا نقدر نسوي بيها الدايموند، نحولها الى دايموند حقيقيه. اوكي خلينا ندخل هذا البيت الاسطوري. واو والله بيت خرافي، يعني تعرفون انتم كلكم يعني في هاي المدينه بيها تقريبا 300 الف واحد مصاب بفيروس كورونا، فكل الناس راحوا وطلعوا برا هاي البلده، فحطوني بس اني موجود هنا. اوكي مو مشكله. القزاز عندنا. اوكي يعني ماكو احد هنا، يعني اقدر اخذ اي شيء، بس انا الصراحه ما اريد اسرق. واو اكو سحليقه. واو خليني اجرب السحليقه. واو اوه نطيتها همين. واو والله فتشي. اوكي دقيقه لا ما اجيت قويه هاي. يلا دقيقه خليني اجرب السحليقه. 1 2 3 وي. والله كلش حلوه هاي السحليقه. اوكي مو مشكلة، هسه لازم اروح ادور لي على شغلات راح تفيدنا من راح نحول الدايموند الى دايموند حقيقية. اوكي صبار، لا قصب. اي قصب سكري لازم قصب سكري. اوكي من وين راح ندخل؟ هي من وين راح ندخل؟ عجيب
هاي شباب اعتقد من هنا نحتاج قصب سكري. اوكي قصب سكري ما موجود هنا، اوكي خلينا نروح نجمع قصب سكري بنفسنا. اوكي بهذا الشكل نجمع لنا 4 حبات. اوكي هذا اثنين وهذا 4، لا بعد واحدة بعد واحدة. اوكي هسه كلش كلش حلو، هسه جمعنا 4 قصب سكري. وهسه اعلمكم ليش، لان من نجيب القصب سكري يصير سكر، ونحن نحتاج للون الابيض. يلا نحول الدايموندا مالتنا الى كريستاله او الى دايموندا حقيقيه مليون بالمية، يعني تعرفون يعني شغلات هذا يعني لازم نسويها هذا الشغلات. المهم هسه شنو راح اسوي بعد؟ راح اروح ادخل جوا هذا البيت او هذا الجو هذا ما اعرف شنو ادبر لي. اوكي ما اعرف شنو هذا. اوكي خلينا نطلع نشوف هنا نحتاج لنا شغلات شباب، بعد تقريبا نحتاج لنا 30 شغله 40 شغله يلا نقدر نسوي لنا الدايموند. اوكي اوكي اسهم. اوكي بما ان لونه ابيض خلينا ناخذ السهم هذا. حلو هسه بعد خلي ندور لنا بعد نلاقي لنا شيء. هاي شنو اكو صناديق؟ هاي ليش طبيت جوا هاي؟ والله ما اعرف شنو السالفه. اوكي اي خذ ايرون. حلو جست بلايت ايرون. حلو كل شيء لونه ابيض لازم نجيبه. اوكي بعدين اعلمكم ليش. وبوت دايموند كلش حلو. هسه شنو راح اسوي؟ هسه خلي اروح بعد اجيب لي شغلات رهيبه من هذني الكهوف او من هذني البيوت. اوكي خلينا ندخل جوا هذا البيت. هاي شنو؟ اوكي سيف ايرون. حلو شغلات لونه ابيض. اوكي ديسك لونه ابيض فتشي. اوكي لا 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 هذا اني ما ناخذين وياني. اوكي ريشه لونه ابيض فتشي غرا. لقيت ثلج واخيرا لقيت ثلج. خلينا نصعد فوق ونكتشف شنو موجود بعدين. اوكي لونه ابيض ورق. اوكي حلو ورق نجيب لنا ورق نجيب لنا باب لونه ابيض. كل شيء لازم يكون كل شيء لونه ابيض. اوكي بكت ابيض همينه. شنو بعد خلينا ندور. اوكي ماكو شيء هنا. واو شباب او ماي جاد تفاح حقيقي. اي تفاح حقيقي. هاي راح تساعدنا حتى نتعلم شلون راح نسوي بيها شو اسمه، حتى نتعلم شلون نسوي بيها شو اسمه الدايموندا الحقيقيه. فيعني شغلات رهيبه. اوكي خلي ندور لنا بعد شغلات لون ابيض. اي كابويب. حلو كابويب شيء خرافي. اوكي وول صوف. شلون نسيت الصوف. بون ميل. حلو شنو بعد؟ كوارتز. حلو كوارتز نستحق له. شنو بعد؟ سنو. اوكي ثلج. نام نقول وياي شنو نحتاج بعد؟ بلوكت ايرون. اوكي اوكي بس اوكي حلو. هسه خلي بعد ندور لنا شغلات لون ابيض حتى نحول لنا الدايموندا هاي الى دايموندا حقيقيه مليون بالمية. يعني تعرفون الدايموندا من نحولها الى من دايموندا ماينكرافتيه الى دايموندا حقيقيه، ومن نروح للمول ونبيعها سعرها راح يتدبل مليار مره. يعني راح نصير كلش اغنياء من وراء الدايموندا الحقيقيه. اوكي خلي ندور جوا هاي الصناديق. ماكو شيء لونه ابيض. اوكي ماكو شيء. نصعد فوق نكتشف شنو موجود هذا. لا 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 اوكي لا كل شيء ماكو هنا. حلو تقريبا باقي لنا 4 مدري 5 شغلات لازم نجيبهن. اوكي لازم نحتاج الى ورده لونها ابيض او ورده لونها ازرق، بس الصراحه ما اعرف من وين راح اجيب هذا النوعيه مال الورود، فلازم ادور لي او اتورط وما نقدر نحول لنا الدايموندا الى دايموندا حقيقيه. اعتقد شفت لي لا هاي حب بلوك الدايموند. لا شباب بنات نحتاج بيضه. اوكي بيضه حمزينه زين لقيت بيضه. اوكي والله الورود ما ادري وينهن شباب. شلون ورطه هاي؟ والله ما اعرف. اوكي اعتقد بالبون راح يساعدنا. اي لازم نحتاج كميه كبيره من البون او هذا العظم مال ما ادري شنو مال السكيلتون ما ادري شنو سالفتهن. اوكي هنا موجود شيء يعني هذا راح يساعدنا بشكل مو طبيعي حتى نجيب لنا الورده اللي لونها ابيض او الورده اللي لونها ازرق. اوكي عظم 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 يا رب يا رب على قلي عظم. نم 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 ماكو. اوكي البيت اللي بعده اعتقد البيت اللي بعده اكو عظم اذا ما خاب ظني. والله ما عرفت الصراحه. خلينا ندخل ونكتشف ونشوف اذا اكو لو ماكو. لقيت عظم. حلو شي خرافي. اوكي نحل لنا 60 حبه كلش حلو راح نلاقي. اوكي ورده لون ابيض. اوكي ورده لون ابيض بس نحتاج 3. اوكي هاي لا هاي مو نفس النوعيه لازم ابيض وازرق ابيض وازرق. من وين راح نلاقي ازرق؟ اوكي هسه صار عندنا 3 ورود لون ابيض لازم ازرق. يا ربي من وين راح الاقي الازرق؟ يعني شلون ورطها؟ اعتقد ما راح تطلع الازرق ما يطلع نادر كلش هواي. اوكي مو مشكله خلي نبحث بعد. يا رب تطلع كمان بليز مان بليز. ورده لون ازرق بليز. ليش لسه ما طلعت؟ ليش شباب؟ شنو السبب؟ ليش؟ والله عجيب يا اخي ما موجود. ليش يا ربي؟ شلون ورطه راح يخلص البون ميل واني لسه ما طلعت لي شو اسمه لونه ازرق؟
ايش طلعت هاي؟ والله ما اعرف يا الله، باقي 18. بليز بليز، لونه ازرق، اريد ورده لونه ازرق. والله شكلها كلش نادره هاي. والله ما في، بس اصفر واحمر وبرتقالي. لا برتقالي، حتى برتقالي ماكو. والله ما اعرف شنو السالفه، اعتقد ما تطلع. اوكي ما اعتقد ما راح تطلع، باقي بس اربعه. 1 2 3 وهاي الاخيره 4. ماكو ورد لونه ازرق. اوكي مو مشكله، خلاص ان شاء الله راح نلاقي لنا شيء ثاني. واو شنو هذا الجسر؟ والله ما اعرف، خلي اروح اكتشف شنو موجود هناك، حتى بلكت الاقي لي شغلات رهيبه. اوكي اكو مصعد، والله اعتقد فوق اكو شغلات رهيبه. اوكي مو مشكله، خلي نجرب نصعد ونكتشف شنو موجود فوق. اوكي خلينا نصعد بهذا الشكل. والله الصراحه انا كلش متحمس، انا تصدقون شباب بنات، لان الصراحه راح ابلي الحبه الدايموند الى دايموند حقيقيه واروح ابيعها في السوق، ويصير عندي هواي هواي فلوس وكما فلوس، واصير اغنى اغنياء العالم. اوكي خلينا نصعد بهذا الشكل. اوكي اصعد 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 اصعد، او ماي جاد. اوكي وصلنا للقمه. اوكي وبعدين، اي بعدين وين نروح شباب؟ لا تقولوا لي ها هي، لا ها هي. اوكي الاندر بير راح نستعملها حتى ننزل لجو. لا نسيت الاندر بير راح نحتاج لها. شلون ورطه هاي؟ راح ننزل بالطريقه التقليديه، بالطريقه اللي كلنا نعرفها، يعني الطريقه العاديه اللي ما في احسن من عندها. ننزل شوي شوي بس لا نوقع. وي اوكي كتكوتة، مودي 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 مودي، اعطني الريش ماتك، اعطني الريش ماتك. اي عاش ايدك، عاش ايدك. اوكي هاي ما نحتاجها. اوكي هاي شنو هاي؟ واو لحم دجاج، شوفوا الشكل مالته شلون. والله لو ندخله جوا الفرن بيطلع مره اسطوري، مره حلو. اوكي مو مشكله، هسه خلي اروح لبيتي واروح اسوي لي الشغلات اللي راح نسوي بيها، او الخلطه اللي راح نسويها. يلا تطلع عندنا الحبه الدايموند الخرافيه. هاي شنو؟ والله خلي اخذ هذا، يمكن يفيدني. يمكن يفيدني في البيت مالتي. اوكي خلي اشوف هاي المكتبه شنو بيها. والله ما اعرف، ماكو شيء بهاي المكتبه، ما نحتاج لها لحد الان. اوكي هسه خلي نروح البيت هي. اوكي خلي، واو كتاكيت هنا بشكل مو طبيعي موجود. اوكي خلي ندخل جوا هذا الهانجر او هاي الحاويه، اشوف شنو موجود، بل اكو شغلات تساعدنا. اوكي سبون وولف، اوكي هاي يمكن تساعدنا، يجوز. اوكي مو شرط، اي افتحي، مو شرط تساعدنا، بس يمكن هاي البيضه مال الكلب، والله ما اعرف يجوز تساعدنا. اوكي نفتح هذا الصندوق. هاي شنو؟ هاي شنو شباب؟ شنو هاي دايموند؟ لا اني 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 ما اسرق، اني ما اسرق دايموند، حرام حرام شباب. الله يغضب علي والله ينتقم من عندي، اني ما اسرق ابد اني ما اسرق. اوكي شاكو هنا ما موجود شيء. اوكي ندخل جوا هذا همينه، خلي نكتشف شنو موجود. لا ماكو شيء راح يفيدنا. اوكي ندخل هنا، شنو هذا؟ شو اسمه هذا؟ جايل، والله اعتقد هذا سجن. والله ما اعرف شباب بنات، والله شكله سجن هذا. اوكي خلي نصعد كلش لفوق. هاي شنو؟ والله سجن شباب بنات، بس الله يكفينا شر هذا السجن ان شاء الله بعد ما ندخل له ابد. اوكي مو مشكله. واو شنو موجود هنا؟ والله عندي واهس، اريد اكتشف شنو موجود بهاي المنطقه. اوكي خلينا ندخل. اوكي والله سجن شباب بنات، سجن يخوف. اوكي هنا خنازير، ما ادري شنو فائدتهم الصراحه الخنازير. اوكي خلينا نطلع. اوكي خلي ارجع لبيتي هسه اول مره واسوي لي الخلطه، وان شاء الله يا رب تضبط الخلطه مالتنا. بس قبل كل شيء لازم اروح لهذا البيت مال الدايموند، اخذ لي كم شغله، لان اهلي انا الصراحه اعتقد لا ما راح اروح، خلاص ما راح اروح، اني ما راح اروح. اوكي مو مشكله، هسه لازم اخذ لي ستاك ديرت. اوكي هسه اعلمكم ليش راح اخذ ستاك ديرت. اوكي حتى نسوي المكان مال الخلطه مالتنا، اول شيء لازم نسوي لنا حفره. اوكي هسه اعلمكم ليش راح نسوي حفره حتى نحن ما نتاذى. اوكي اوكي تذكرت. اوكي خلينا نرجع لبيتي، حلو نحلل لنا الخشبايات، نسوي لنا اول مره شافل. اوكي اوكي بما ان عندنا ايرون راح نسوي لنا شافل من ايرون، حلو هسه اعلمكم شنو فائده الشافل من الايرون. اوكي اول مره خلي نحفر بهذا الشكل. اوكي بهذا الشكل خلي نحفر، تمام. هسه شنو راح اسوي؟ راح اصعد ثلاث اربع بلوكات اللي فوق. اوكي يعني لازم هاي الحفره لازم تكون موجوده حتى تشتغل عندنا، يعني الخلطه مالتنا. راح اسوي خلطه كلش خرافيه. اوكي اول شيء لازم نشيل هذا الدايموند اللي موجود هنا. هسه شلون راح اطلع اني؟ يا الله اعتقد جبت العيد اني. اوكي خلي نفلش هذني. اوكي نصعد بعد. اوكي هسه نقدر نفلش هنا راحتنا، تمام. اوكي لازم اخذ هذا ديرت، اذا ما اخذه اتورط شباب.
لازم اخذ الديرت اللي موجود هنا. اي هسه كلش كلش حلو هسه تمام اوكي. لازم يكون المكان فاضي اوكي. خلينا نصعد بهذا الشكل تمام. هسه المكان فاضي اوكي. اول شغله راح نسويها راح نحط لنا تشلب هنا اوكي. ورا ما نجيب تشلب هسه اعلمكم شنو راح تسوون. طيب هسه لازم الكابويب تنحط هناك اوكي. شنو راح نسوي دقيقه خلينا ننزل نحط المكان الكابويب راح نحطه هي هاي شنو اوكي. نحط مكان الكابويب هنا كلش كلش حلو. هسه هاي تابعه للوصفه مالتنا او الخلطه مالتنا. طيب شنو بعد نسوي نشمر هذني الدروع حلو. بعد ما شمرنا هذني الدروع نشمر السيف اوكي. كل شيء لونه ابيض لازم نشمره. نشمر السكر سنو بول شنو بعد الريش مال شو اسمه الريش مال الدجاج. يعني كل شيء لونه ابيض لازم نشمره اوكي. هنا شنو عندنا كوارتز بلوك نشمره همينه. وايت وول نشمره شو اسمه اوكي. حبه من الورد وحبه ورد محلل. يعني شغلات لازم تكون كل شيء لونه ابيض لازم نشمره في هاي الحفره حتى تشتغل عندنا وتصير الحبه الدايموند حقيقيه. يعني هاي خلطه واحد يعرفها بس ثاني اوكي. وبعدين شنو كل شيء شكو شيء لونه ابيض او اوكي. هاي طبعا هاي القزازه راح تساعدنا بشكل مو طبيعي حتى نحول الحبه الدايموند الى دايموند حقيقي اوكي. نشمر هاي همينا. شنو بعد نشمر شنو بعد عندنا اوكي اوكي. ثلج اوكي. نشمر الثلج همينا. شنو بعد او ماي جاد اوكي. ديسك همينا لونه ابيض. بيضه طقنا بيضه اوكي. شنو بعد بيبر ورق نشمر الورق اوكي. سنو بول اوكي او هذا سنو الثلج بلوكة الثلج اوكي. شنو بعد او ماي جاد او ماي جاد شباب هذا الكلب ايش عجب صار غضبان والله ما اعرف شنو سالفته اوكي. الباب او الباب الذهبي الايروني بلوكة ايرون باكت ماي اندر بيرل هذا اخر شيء والتفاحه اخر شيء. وشنو بعد اخر شيء الورده اوكي. نشمر الورده والاروس اخر شيء شافل اخر شيء وراح ان شاء الله راح تتحول عندنا الى دايموند حقيقي اوكي. اول شغله الشافل نشمرها الاروز الاندر بير الجولدن ابل واخر شيء حبه الدايموند وان شاء الله راح تتحول عندنا الى شنو راح تتحول عندنا الى دايموند حقيقي. يلا 1 2 3 اوكي. هسه كلش حلو. هسه خلي نسكر هذا المكان وننتظر 5 دقائق اوكي. هسه خلينا ننتظر 5 دقائق وارجع لكم. اوف صار 5 دقائق اوكي. هسه خلي نكتشف ونشوف اذا تحولت شو اسمه هذا الشغلات تحولن الى دايموند حقيقي او لا. يلا 1 2 3 هاي شنو شباب كل شيء ما صار. ها تذكرت نسينا شغله كلش مهمه. اكو مهمة اذا او اكو شغلة اذا ما نسويها ما راح تتحول عندنا الى دايموند حقيقي. شلون ورطها شلون فادتني هاي. ها شباب بنات الله عليكم هاي الشغلة كلش مهمة وهاي الشغلة نعتمد بها عليكم. الله عليكم شباب بنات اذا تردونها هاي حبة الدايموند تتحول الى دايموند حقيقية. اريدكم هسه شباب بنات تضغطون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات حتى هاي الدايموند تتحول الى دايموند حقيقية وخلاص نصير اغنياء العالم وبعد ما نصير افقر فقراء. وهذا البيت خلاص راح يتحول الى كل الدايموند كل شيء راح يكون من الدايموند بس لازم انتم تساعدونا حتى نصير اغنياء اوكي. فاللي ما ضغط لايك خليه يضغط لايك واللي ما اشترك بالقناه خليه يشترك بالقناه واللي ما فعل جرس التنبيهات خليه يفعل جرس التنبيهات واللي ما كتب تعليق خليه يكتب تعليق واللي ما سوى كل هذني الشغلات خليه يسوين هذني الشغلات هسه حتى يتحول عندنا هاي الى دايموند حقيقي اوكي. هسه خلاص شكرا لكم لانكم سويتوا هذني الشغلات كالعاده. هسه خلي نسد هذا وننتظر 5 دقائق ونشوف النتيجة النهائية وان شاء الله يا رب راح تطلع عندنا النتيجة تخبل وخرافية اوكي. مو مشكلة هسه خلينا ننتظر 5 دقائق احسن لنا اوكي. هسه صاروا 5 دقائق وهسه خلي نفتح هاي الحفرة ونكتشف شنو موجود بالضبط. طبعا انا قبل شوية الصوت مال الكلب اختفى كأنه مات الكلب والله ما اعرف شنو سالفته اوكي. او ماي جاد شباب او ماي جاد شباب صحيحه طلعت. او ماي جاد والله مو مصدق الخلطه مالتي نجحت واو شوف الدايموند. او ماي جاد الدايموند الخرافيه اللي من الكريستال واو يا شباب والله فتشي خرافي
او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد شباب او ماي جاد شباب عصلناه والله عصلناه والله اني محترف والله شكرا لكم. لولا فضل الله ثم فضلكم ما كنا نقدر نحول هاي حبه الدايموند الماينكرافتيه الى حبه دايموند حقيقيه. يعني لو ما انتم لو ما ضغطتوا لايك وما اشتركتوا بالقناه وما فعلتوا جرس التنبيهات ما كنا نسوي كل هذا الشغلات. وا 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 اوكي 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 اساني بما انني كلش متحمس خلي اروح للمول واروح تشم راح تجيب لي سعر وان شاء الله ان شاء الله راح اصير كلش غني. والله احبكم كلش يا بابا يعني شباب بنات واي بوسالكم. اوكي هسه خلي اروح للمول وان شاء الله راح ابيعها والحمد لله والشكر راح اصير كلش غني. اوكي مو مشكله هسه خلي اروح للمول احسن لي.